سلام سلام، اذا ما شفتيش الجزء ديال البارح بلا ما تشوف هذا الجزء، حيتاش ما غاديش تقدر تفهم كميه المعاناه وما غاديش تقدر تعيش مع هذا الجزء من القصه بنفس الاحاسيس اللي خصهم يتحسوا بهم. داكشي باش انا لتحت خليت لكم في اول تعليق الرابط ديال الجزء الاول، وبدون مقدمات طبعا اعتذر ثم اعتذر ثم اعتذر، حيتاش لم اوفي بالوعد ديالي اللي عطيته لكم على اساس انني حط لكم القصه البارح. اعذروني، وراكم شهدتوا على صوتي وعلى حالتي كيفاش كانت. الحمد لله انا اليوم بفضل مولانا وفضل الدعوات ديالكم وليت بخير. ولا بغيتوني نخلص شي حق قولوا لي لتحت. نسيت ما قلت لكم بلي انه ضحكوني التعليق ديالكم، تقريبا شحال من واحد تيقول بلي انه يا اما مات ليها البيبي يا اما الراجل اللي توفى، ولكن لا، حتى شي حد فيكم ما قدر يقول الجواب الصحيح. هو الاول ما تنساوش انكم تنزلوا لتحت وتبرعوني بشي الضغط على زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم حتى حاجه. خليني نبدا معكم القصه ونقول لكم شنو وقع. لنبدا، خلينا هالما الطبيبة قالت لنورهان نوضي ديري التست، ونورهان كتقول بدورها درتو وخرج ايجابي. فرحت ونشط، ولكن وسط ديك الفرحه كان واحد الالم اللي كانت حاسه به غير انا. فديك اللحظه كانت عندي في الثدي ديالي واحد الكره كنقيسها، فقبل ما نعرف راسي انني حامله كنت كنمشي عند الطبيب ديال الحومه اللي تيقول لي بلي انه هذاك راه غير الحليب حيتاش كترضعي، اولا راه مخنوق لك صدرك. المهم كانوا اجوبه لي هما جد عاديين، تيقولوا لي غير ضعي ولدك ولا ديري النخاله ولا ديري شي حاجه وما تخافيش. فهاد الاخصائيه اللي مشيت عندها قالت لي بلي انني حامله، قلبتني وقالت لي باش نمشي ندير الراديو ديال الماموغرافي ديال الصدر. درتو جبتو ليها، قالت لي خاصك تفطمي ولدك. ما عرفتش علاش قالت لي هذا الامر، ولكن قالت لي خاصك تفطميه وصافي. هذاك النهار عمره ما يتنسى ليا، ولدي اللي عنده عام وخمس شهور تيبكي تيبكي باش يرضع، مازال باغيني. تنشوف فيه وتنقول واش نعطيه يرضع؟ اش غادي يرضع؟ يرضع شي مرض؟ لا، الطبيبه قالت لي ما ترضعيش، تقدر داك الوسيسه تكون عندي مريضه. لا، ما نخرجش على ولدي ونرضعه. كيهزو با باش يسكتو، والو ما بغاش. هزني راجلي داني عند ماما، وتما فين غادي نفطمو عندها. كان قلبي كيتقطع والالم في الثدي ديالي بزوج، الم اللي كان فظيع من الحليب اللي تجمع ليا، ولكن اضطريت انني نفطمو. تالمت بزاف، ما حلتي الالم في صدري ومن غير ديال الحليب ولا الحمل اللي جاني صعيب. دازت اسبوع درت لي كوماميغ، وعاقل على داك النهار مزيان في شهر 9 دخلت لعند الطبيبه عطيتها نتيجه، شافتها وقالت لي شحال عندك من عام؟ قلت لها 25 سنه. تصدمات، قالت لي يا بنتي راك مازال صغيره. هاد اللحظه حسيت بلي انه عندي شي حاجه ماشي حتى لهيه، واخا كانوا تيوهموني بلي انه داك راه غير حليب. كندخل اليوتيوب كنقلب على الالم اللي تنحس به، كنلقى الجواب غريب. كنحاول نسكت راسي. سولتني الطبيبه شحال عندك من الاولاد؟ قلت لها عندي ولد واحد. قالت لي واش حامله؟ قلت لها اه. قالت لي الله الله، شحال عجبتني الثقه اللي في راسك، ولكن خصك تبقاي قويه. قلت لها شنو كاينه دكتوره؟ قالت لي لا ما كاين والو، وكاع الا كان شي حاجه راه المرض في يومنا دابا راه 99% اللي الناس كتبرى منه، ما كاينش شي تخوف. قلت لها هنا مرض؟ قالت لي كنهضر على السرطان. غير سمعت هذه الكلمه كنحس بداك البلاصه اللي انا فيها كدور بيا، والدخه هبطت على عيني. تصدمت بزاف، الصدمه كانت اقوى من هذا المرض ومن الالم اللي دزت منه. خرجت من تما انا وراجلي، مشينا للمختبر، عيط على صحابو اللي تيعرف، ودخلوا الناس، واحد كيصيفطنا لواحد، ومعنا ولدي الصغير حتى هو مجرجرينو معنا انا وراجلي. غادي نمشي عند واحد الطبيبه، دوزات ليا وقالت ليا خاصك ديري لابيوبسي باش نعرفوا ديك الولسيسه واش بصح فيها السرطان ولا غير التهاب. مشينا خدينا الشوكة ديال هاد البيوبسي اللي كانت كدير 750 درهم زائد على الكونسلطاسيون عند الطبيب 1000 درهم والدواء والبنج ومصاريف اخرين. هادشي كله كيف قلت لكم باش تاخذ ليا غير عينه من هذيك الولسيسه. كنتفكر ديك اللحظات اللي فيها كتشد لي ديك الشوكه وكتخشيها ليا في الثدي ديالي، وكنتقصع وكنسمع الصوت اللي كيتقطع من ديك الولسيسه، وكتعاود تجبد وتخشي وكتقول لي يا اي اي غير سمحي لي. كانت الولسيسه قاصحه. ديك الطبيبه قالت لي واش ما شفتيش صدرك كيفاش ولا؟ قلت لها علاش؟ قالت لي ما كيبانش لك مكمش؟ قلت لها لا كتبان لي، ولكن تنقول غير ديك الولسيسه اللي جات من الحليب. واخا كنت تنشك بلي هذا الامر راه ماشي عادي، عطاتني شي مهدئات وقالت لي باينه فيك عصبيه، حيتاش الطريقه ديال الكلام ديالك كتبان بلي انك انت كيفاش دايره وهادشي اللي مرضك. عيطت على راجلي، دخلته لواحد بيت وسحب لها بلي انا مبنجه وناعسه وما كنسمعش، وهي تقول ليه اذا خرجت النتيجه فيها بلي انه مرتك عندها السرطان راه غادي دير الشيميو وتصبر شويه وتنزل الجنين اللي في كرشها.
وهنا كانت واحد الصدمه من نوع اخر. قلت غادي نحاول ما نديهاش في هضرتها حتى نشوف النتيجه. سكت ما دويتش، خرجت من عندها وانا حاسه بالعالم كيدور بيا وما تنعرف فيه حتى شي حد. كنحس براسي غريبه وحتى نشوف في الحياه ظلمات عليا. كانت كطيح الشتا واخا كنعقل في ديك الوقيته، وواحد الشميشه اللي خارجه واحد الشويه كنت نحس بها مبرزطاتني وما عجبانيش. ركبت مع ولدي اللور وراجلي كان القدام كندير نظاظر كيشوف فيا. هنا جاتني الصدمه، السرطان، ولدي صغير ومازال محتاج ليا، وحنا في وسط واحد المجتمع اللي كبرنا بفكره السرطان يساوي الموت. السرطان خصك تقبل انه الموت قريب، او لا بالاحرى هو انذار للموت. تخيلوا ما عمرني شفت راجلي بكى تيقول لي مالكي، تنقول ليه ما ماليش ما فيا والو، وحيد النظاظر وتيبانوا لي عيني حمرين. كيقول لي ما تبكيش يا نورهان، قلبي نهزو في هاد اللحظه ونعطيه لك غير ما تبكيش. في ديك اللحظه تيزيدوا ينزلوا دموعي وتنشوف فيه وتنشوف داكشي اللي في كرشي وولدي حدايا صغير. الحياه تظلمات في عيني ديك الساعه وحتى حاجه ما بقات كتهمني. بكيت حتى عييت. مشى دار لي التحاليل لديك العينه اللي عطات ليه الطبيبه في المختبر اللي خداوها، وقالوا لي بلي انني خصني نتسنى 15 يوم على النتيجه. اللي في ديك الوقت غادي نرجع لعند واحد الطبيب صاحبه، سولني واش لاباس كيف دايره وشحال عندك من عام. على العلم اي طبيب مشيت عنده اولا دخلت عنده وقلت ليه عمري، تيقول لي ما يمكنش انت راك باقا صغيره، السرطان تيجي غير من 40 الفوق. تنقول ليه ربي يبغى. كنت نحاول انني نهد من راسي وكلشي تيبان ليه بلي انني مبرده وما معصباش، وهادشي كان غير ظاهريا. عقل على داك النهار قال لي واش عرفتي شنو يقدر يكون عندك؟ قلت ليه لا شنو يكون؟ قال لي يقدر يكون عندك سرطان الثدي. بقيت نشوف فيه قلت ليه واش متاكدين؟ الداخل ديالي فيا العافيه، تنغوت وتنقول لا راه ما عندي والو. قال لي غنقول لك واحد الخبر وخاصك تكوني مامنه بالله. قلت ليه الحمد لله. قال لي خاصك تنسلي جنين. هاد الصدمه جاتني كبر من صدمه المرض. قلت ليه لا بواحد السرعه. قال لي فكري بعدا راك مازال صغيره وتقدري تولدي. قلت ليه لا وسكت. هزيت في عيني بشويه وبكل هدوء قلت ليه شفتي انا ربي بغى يعطيني المرض وبغى يعطيني حتى الحامل معاه في هذه الفتره، حيت ما كنتش منتظراه ورغم اني كنت دايره جميع الاحتياطات ديالي. عرفتي علاش يا دكتور؟ ربي بغى يختبرني ويختبر الصبر ديالي. شكون انا حتى نقتل الروح اللي ربي زرعها في كرشي؟ قال لي لا ما غاديش تقتلي روحك ولكن حياتك في خطر. قلت ليه اذا ربي كتب لي نعيش انا وهذا الجنين الحمد لله، واذا ربي كتب لي نموت على قبله انا فرحانه. وتاكد دكتور بلي انني غنمشي شهيده، غنموت على قبل روح عطاها لي رب. قال لي لا 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 انت ما معكش الهضره، غنعيط لراجلك. فعلا خرجت عيطت لراجلي وقال لي نفس الكلام اللي قال لي. قال لي راجلي بلي قال لي ما نقدرش نقول ليها شي حاجه حيتاش عافره راسها قاصح وعنيده، ما نقدرش نبدل لها الراي ديالها، ولكن هذا لا يعني بلي انني ما غاديش نحاول. جيت للدار وراجلي كتعاود فمو راك مازال صغيره غادي تعاودي تولدي مره اخرى ان شاء الله. تنقول ليه ياك باغي الاولاد ياك باغيهم علاش كتقول لي دابا حيدي؟ قال لي لا راني باغيهم والحمد لله ربي عطانا هذا الولد، اذا فيه بوحدو الخير بركه، واذا ربي مكتب لينا الاولاد وحده اخرين خليك حتى تبراي. قلت ليه لا وعمرك ما جبت لي هاد الهضره، انا غادي نحارب، واذا بغيتيني نحارب غادي نحارب انا وهاد الجنين اللي في كرشي، واذا ما بغيتيش انا راه غادي نموت انا وهادشي اللي في كرشي. عائلتي كلها تيقولوا لي اذا وقعت لك شي حاجه راكي غادي تحملي الذنب. كنقول لهم انا مستعده نتحمله. وهنا سديت هذا الموضوع لمده 15 يوم وانا في انتظار النتيجه اللي كنت فيها متفائله اني ما عنديش سرطان. راجلي بحكم خدمته مع الدوله جا قرار من عند المدير ديالو انه اي حاجه انا احتاجيتها كزوجه من عند الطبيب يمكن ليه يمشي بدون طلب اذن انه يخرج من الخدمه. فعلا راجلي بدا كيجري معايا من طبيب لطبيب، والنتيجه اكدت بلي انه عندي المرض، ولكن راجلي خبى عليا وقال لي بلي عندي غير ولسيسه واخا كنت حاسه بلي عندي سرطان. وهنا كان خاصني ندير الشيميو وانا في هذه اللحظه كنت خايفه منه. غادي يصيفطوني لواحد الطبيب حدانا معروف، مشينا لعندو لذاك السبيطار اللي متكلف بمرضى السرطان، وانا داخله غادي نهز عيني وكتبان ليا سرطان. قلبي كيتجمع وتنقول الله على الرحله مازال تابعاني. كان خوفي على الجنين اكثر من خوفي على راسي وشنو تابعني. غادي ندخلو عند الطبيب قال لي خاصك ديري العمليه وديري هذه وهذه والجنين راه تقدر توقع عليه شي حاجه. المهم فعلا داكشي اللي كان، جيت لدار عائلتي اللي كلهم اتفقوا تيقولوا لي نزليه، وماما شحال بكات في هاد اللحظات. دازت ايام فيها لحم والدوخه وسير من هنا وخذ موعد من هنا ودير التخطيط ودير هادي، ما كاينش نهار تنجلس فيه. دخلت ندير العمليه وانا خايفه
ودموعي في عيني. راجلي حط ليا حوايجي وقالت لي الفرمليه سير وخليها حتى غدا ان شاء الله وعاود رجع ديها، راه تقدر دير عمليه اليوم. مازال تنشوف فيه وفي خاطري تنقول ليه ما تخلينيش، حيتاش كان هذا هو السند ديالي، كان هو القوه ديالي والمأمن ديالي. الطبيب اللي مكلف بيا خد الدوسي ديالي كيخرا باش يتذكر ويعرف الحاله ديالي مباشره. هو يجي عندي قال لي انت هي نورهان؟ قلت له هي انا. قال لي لا راه ماشي اليوم العمليه ديالك، ومازال خاصنا ندويو على الحاله ديالك مع الاطباء اللي هما كبار. تسنيت هذاك النهار باش يجاوبوني، كنت تفاجئ لا غد ليه الصباح غادي يدخل عندي الطبيب قلبني وقال لي لا ما غاديش نديرو لك العمليه، واذا بغيتيها انا مضطر باش انني نحيد لك الثدي ديالك. تصدمت وما فهمتش، قلت ليه علاش؟ واش انت متاكد اني عندي سرطان؟ واش شفتي الدوسي ديالي؟ انا راه عندي غير ولسيسه. انا لحد الان ماشي ما عارفاش، ولكن ما بيتش نقنع راسي بلي انه عندي سرطان. فوق من هذا الشيء راجلي قال لي بلي عندي غير ولسيسه، ونوعا ما بغيت نتغابى، كنحاول نلقى شي منفذ اولا كنتسنى شي امل باش يقولوا لي لا راه غير تغلطتي لينا وراه عندك غير ولسيسه. شاف عيني في عينه وقال لي لا راه عندك سرطان. ديك الساعه هبطوا دموعي وبكيت. قال لي عطينا شي قرار، بغيتي نبداو لك بالشيميو اولا نحيدو لك الثدي ديالك؟ قلت ليه عطيني ساعه باش نفكر. هزيت التليفون ديالي عيطت لراجلي وقلت ليه ها شنو قال لي الطبيب؟ وراه عندي سرطان. سكت وما جاوبنيش حيتاش هو عارف بلي انه عندي كونسير. وقلت ليه راه قالوا لي بلي خصني نحيد الثدي ديالي كلها. كيف جاك هذا القرار؟ واش غادي يبدل فيك شي حاجه؟ تخيلوا قال لي واحد الكلمه ما عمرني ما ننساها، قال لي انا باغيك انت كيف ما انت، وهاد العمليه ما غادي تبدل حتى شي حاجه في الجوهر ولا حتى الروح ديالك. هنا اعطاني الامل في الحياه، بدل لي النظره في الحياه. كلام زوين خصوصا من عند راجلك تيطلع المعنويات. هو فعلا تندوز من اصعب لحظات في حياتي، لانه كانوا تيقولوا لي اذا عندك هذا المرض خصك تطيحي البيبي. ديك الليله وانا في السبيطار الليله كلها كنصلي وكنبكي وكنسجد وكندعي وكنبكي وكنقول يا رب يا ربي عطيني شي قرار صحيح، يا ربي ما تخلينيش نختار وخير لي انت، واش نحيد الثدي ديالي ولا ما نحيدهاش؟ يا ربي عطيني قرار صحيح. المهم لاخد ليه رجع عندي الجراح وقلت ليه غير حيدها ليا. شاف فيا وقال لي لا. تما هذيك اللحظه قلت الله ها واحد الامل، ها واحد الضوء بان ليا. هبطت عند الطبيب ديالي اللي قال لي غادي خصك ديري الشيميو اللي فيه 6 ديال الحصص. قلت ليه كيفاش غادي ندير وانا حامله؟ واش هادشي ما غاديش ياثر على الجنين؟ قال لي لا. وانا نفرح. قلت له علاش الاطباء الاخرين قالوا لي بلي انه يقدر يتاثر وخاصك تنزليه، وبلي انه يقدر يوقع عليه يا اما تشوه او لا اعاقه بسبب الشيميو؟ قال لي لا راه داروا دراسات بلي انه من بعد 4 شهور من الحمل يمكن ديري الشيميو. فرحت مره اخرى، وها واحد الامل واحد اخر، وثقتي في الله ما خابتش. قال لي ولكن عندي شرط، اذا بغيتي تخلي هذا البيبي ديالك خاصك المراقبه تقريبا كل اسبوع، والمناعه تبقى دائما طالعه وتكوني قويه. انا راه ما بغيتش نخاطر بك. قال لي هو الاول جيبي لي الصوره ديال البيبي صوره شامله اللي في كرشك باش نعرف كيفاش نبدا معك الشيميو. خرجت من عنده انا فرحانه تقولوا عندي العيد. وصلت للدار تعرض لي ولدي اللي كنت مخليه مع اختي، عنقني وقال لي ماما علاش مشيتي؟ بتي عند الطبيب وخليتيني، راني توحشتك. تما هذيك اللحظه بكيت اختي، بكيت بكيت لأنني شفت راسي باني بعدت عليه غير نهار واحد، هو اللي بقى في الحال، هو اللي قال لي علاش خليتيني وتوحشتك. داكشي علاش قلت سرطان ماشي هو الموت، خاصني نقاوم، خاصني نقاوم على قبل ولادي. بكيت ديك الساعة نكشو وخديت قرار أني غنكون قوية، أني غنجح في هاد الإمتحان. لا غد ليه فقت بكري مشيت نقلب شكون يدير ليا واحد التلفازة اللي طلبها مني الطبيب، تحد ما تيبغي يديرها ليا، كيخافوا انهم يحطوا يديهم فيا. مشيت نقلب من واحد لواحد، غادي نمشي عند واحد الطبيبه في سبيطار عمومي اللي متوفرين فيه كاع الاليات. دخلت عندها وما ننساش كلامها اللي كان بحال شي موس، الله يجعل ربي يسمح ليها في هذا النهار. قالت لي شوفي ما نقدرش نحط فيك يدي، وما نقدرش نقرب ليك ولا ندير ليك ليكوغرافي، وما تدخليش عندي الله يخليك. تعاملت معايا بواحد الحقاره وشمئزاز وما عجبنيش الحال، بحيلا فيا شي مرض غادي نعاديها. قالت لي انت فيك الموت ولا الحياه، وما نغامرش انا بحياتي وخدمتي معاك. جرحتني، هزيت فيها عيني وقلت ليها بكل اسى راه ماشي انا اللي كنتحكم في الموت ولا الحياه، هذا الامر بيد اللي خلقني وهو اللي قادر بيا. وحتى انت ما عرفتيش راسك اذا خرجتي من هنا شنو غادي تلقاي، ولا حتى وسط هذا الشيء شنو غادي تلقاي. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. خرجت ودموعي في عيني، ما رضيتش وحسيت بالظلم. رجعت لعند الطبيب ديالي وعاودت ليه وقال لي غادي نصيفطك عند واحد البروفيسور ديال التوليد. مشيت عنده وهو اللي بدا كيتبع حالتي على الحماله،
درت ليكوغرافي الحمد لله كلشي بخير، الجنين مكتمل والاعضاء ديالو مكتملين، واخا ما نساش التخوف اللي كان راكبني ديك الوقت لا نسمع شي خبر يضرني انه كاين شي تشوه اولا شي اعاقه اولا النمو ما كتملش. وسط هاد الظلام بديت كنتشبت بالحياه، خصوصا فاش عرفت الجنس ديال الجنين. قالت لي عندك بنيه. الله الله اختي، انساش ديك اللحظه دموعي نزلوا وقلت هادي بنتي، هادي صاحبتي، هادي رفيق الدرب اللي هتعاني معايا وعانات معايا ونحاربوا انا وياه يد في يد. نزلوا دموعي وزاد اصراري على انني نتشبت بنتي وما ننزلهاش. خرجت من عند الطبيب وانا كل فرحه كل عزيمه انني غنزيد نتقوى قوه على قوه والمرض ما غيهرسنيش. لحظات دازو عليا صعاب، كنجلس انا وضميري وكنبقى كنتفكر كلام الناس اللي تيقولوا لي هاد الجنين غادي يخرج معاق، هاد الجنين غادي يخرج مشوه وصحتك ما غاديش تستجب مع الدواء. كنت كنتحط ما بين نارين ديال الاختيار، واش صحتي ولا بنتي. كنت نقوي راسي بربي وبلي كاينه حكمه قويه من مور هاد الامور. مصاريف غادي نوتي كثروا وراجلي غير تيصرف، وسط الضغوطات ربي رقى راجلي في خدمته والحمد لله. ربي ما تيعطيش الخايب، واذا كان شي ابتلاء ربي كيصاحبه بالخير. وسط هاد الشيء واحد الطرف من عائله راجلي لقيتهم صيفط لي اوديو في التليفون وكاتب ليه بركه ما تبقى تفشش فيها، راه شحال من وحده كتبع غير في السبيطار ديال الحومه وانت كتجري بها في السبيطارات. قال ليه او قالت ليه يا انت حنين بزاف ولا واكل الصبابط. ويا ريت لو كان ما سمعتش هادشي، جرحاتني وقلت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انا في هاد الحاله وما قلتينيش عليك. ويا ما صرفت معايا الشر لا هي ولا اشخاص اخرين، ولكن ما كاينلاش نفتحوا هاد القوس حيتاش ماشي هذا هو الهدف من هاد الجزء. يا متابعين يا كرام، كتقول لي نورهان عمركم شفتوا شي واحد كيمشي يدير الشيميو وهو فرحان؟ انا اول صباح في الحصه اللي عندي غادي نمشي هو الاول نلبس احسن ما عندي وندير احسن ريحه ونقد وجهي ونتقد كانني غادي نتسارى. عمري جلست مع راسي وقلت علاش يا ربي علاش عطيتيني هذا المرض. كنت حامد الله وشكره على كل شيء. اول مره في الحصه باقا كنعقل، قال لي الطبيب ديالي واش مستعده، شفت فيه وانا موقضه وقلت ليه مستعده. قال لي مستعده تحاربي وتكوني قويه وحتى حاجه ما تحطمك وتقبلي راسك وذاتك. قلت ليه مستعده لكل شيء ومستعده نحارب على قبل بنتي باش نشوفها مزيان. قال لي اسمعي غنديروا يد في يد وكل شيء غادي يدوز مزيان ان شاء الله حيت انت قويه وبطله. تخيلوا كانت تكفيني هذه الجمله باش غادي نكون قويه. كل ما حطيت راسي على الوساده كان كيتردد ليا كلامه في الراس، كانت كتردد ليا الايجابيه ديالو اللي عطاني في راسي. كانت يسحب ليا الشيميو هو شي حاجه اللي صعيبه وخايبه وخطر، وكانت عندي فكره بلي انه بحال شي دوك يضربوه ليك. هو صحيح انه في الحصه الاولى كان الالم والعيا والسخفه، ولكن قدرت نتقبله بايجابيه. خرجت وصبرت وما بغيتش نبين الالم. السيمانه الثانيه بدا شعري تيطيح، بدا شعري الرطب واللي كنت متشبته به بزاف وكان طويل تيطيح. هنا غادي نحس بالم حقيقي، الم ديال الشعر اللي كان اقوى عاوتاني من المرض. غير تنحط صباعي تيطيح على وقفته. مشيت عند راجلي قلت ليه قطع ليا شعري حيتاش بدات كضرني الفروه ديال الراس وبحيله طايبه ليا. رفض ما بغاش لانه كان معجب به، بززت عليه وهو تيقطع، عينيه ما حبسوش بالدموع، ما قدرش. وفي نفس الوقت تيقول ليا راكي زوينه بهذا الستيل جديد وحسن من الاول. تيحاول انه يبرد عليا ولكن الداخل ديالو كنت نسمع صوته. داك الشعر اللي قطع ليا ضفرته خبيته، كان الم اني نفقده اكبر من الصاعقه نتاع المرض. من بعد الحصه الثانيه وليت شبه عندي الشعر، وليت غير كنحزمو بالزيف وغادي نمشي نوقف على راجلي وغادي نقول ليه بغيت نحسن راسي. بقى تيقول لي لا، حتى شافني مصره وجاب واحد طوندوز من عند الحلاق. انا اللي متشبته بشعري وليت بغيت نحيدو بمره حيت هذاك الشعور تاع كل مره تيطيح كان تيهرسني من الداخل. شاف فيا ولدي ما قدرش يكمل فيا، شوفه وهرب. كانت هادي واحد اللحظه مؤلمه اللي ما قدرتش ننساها. هرب ودخل البيت ما بغاش يشوف فيا، تبعته وما بغاش يشوف فيا. دور وجهه، هو ولد صغير وما عارف والو، كان مولف ماما بالشعر وشعري ديما مطلوخ وديما مصايب وديما مقاد. حتى شافني هكاك مشيت درت فولار على راسي وغسلت راسي. فاش قرعت هنا فين حسيت بلي انني فعلا مريضه بمرض السرطان. دوزت 5 ديال الحصص، السادسه قبل ما نديرها دخلت لعند الطبيب ديالي باش يشوفني واش استجبت مع العلاج ولا لا. الحمد لله لقى بلي انني استجبت 80%. من بعد 6 ديال الحصص قال لي الطبيب مره اخرى نورهان بغيتك تبقاي قويه بحال هكا، وراه كتعجبني الروح ديالك وكتعجبني شخصيتك. وهاد الطبيب كان كبر في العمر ومدوز بزاف في هاد الميدان، قال لي عمرني ما شفتك منهزمه. والحمد لله الثدي ديالك ولات مزيانه ودابت من هذيك الولسيسه. انا دابا عندي ليك 2 ديال الاختيارات، اذا بغيتي الاول خصك تحملي مسؤوليته
واذا بغيتي الثاني راه غادي يكون احسن حاجه. الاختيار الاول هو انهم يحيدوا لك او لا يكرطوا لك وينقيو لك البلاصه اللي كانت عندك فيها الولسيسه في الثدي ديالك، او الاختيار الثاني انهم يحيدوا لك الثدي مره واحده فبدون تفكير ولا تردد خساريت انني نحيدها حيت ما بغيتش شي حاجه ترجعني للور. سنيت على هذه الموافقه وقالوا لي اللجنه انهم في الحاله ديالي غادي يبنجوني ويولدوني سيزاريان ومن بعد يطلعوني بنفس الوقت جناح اخر يحيدوا لي الثدي ديالي، يعني زوج ديال العمليات في دقه واحده وبزوج دوزات ديال البنج. يهزوا البيبي هو الاول باش ما يتاثرش. انا اصلا دخلت في شهر التاسع وكانوا كيتسناوني باش انا نكمل الاسبوع ديالي. وصل الكونترول ديالي قبل الاسبوع ما يسالي وقلت للطبيب راه البارحه دكتور حسيت بواحد شويه ديال الوجع غادي يعيط على المساعده باش انها تشوفني، ولقات بلي انني مستعده نولد في اي لحظه. قالت لي المساعده ديالو قال لها ما يمكنش راه غادي تولد سيزاريا. قال لي عرفتي شنو مزيان اللي جيتي اليوم حنا ما غاديش نطلقوك وغادي تولدي. ما كنتش معوله وتخلعت خصوصا فاش قال لي بلي انه ما غاديش نولدوك سيزاريا ولكن غادي تولدي عادي. كنقول ليه ما يمكنش ما عنديش السفل ولا الجهد، يلا ساليت الحصص نتاع الشيميو ما نقدرش. انا تنقول ما نقدرش وهو تيقول لي غادي تقدري. حط يدي فوق راسي وجرني عنده وحط جبهتي على جبهته وهو راه كان كبار من با تيشوف فيا وقال لي نورهان اعتبريني باك عمري ما نتمنى لك شي حاجه خايبه وكوني قويه. كيشوف فيا واحد الشوفات اللي كانوا كيقويوني وتيقولوا بلي انا راه معاك. قال لي راه صعيب عليك زوج عمليات دقه واحده، ما حيلتك للسيزاريا ما حيلتك لذاك التيو اللي غادي يلصقوا لك بلاصه ديال الفتحه ديالك باش تنفسي، كيفاش غادي ديري؟ قلت ليه دكتور غادي تعاوني؟ قال لي غادي نعاونك، غادي نعيط على راجلي فرح حيتاش بشرتو بواحد الخير انه العمليه وحده ديال الولاده راه تلغات. المهم بدون ذكر تفاصيل ديال هذه المرحله تشهد عليا الوجه، هزيت تليفوني كنبكي وكنصوني لراجلي. قلت له تهلا فيه ولاد زادت بنتي على خير وبخير. سمعت ويلا تفارقنا وجاب الله المامات. ديما نقول لوليداتي عليا كلام زوين، خلي لي صوره زوينه ديالي لعند ولادي. راجلي بكى فيك اللحظه وما قدرش يجاوبني ورجعت دخلت لدائرة الوجع. الوجع الم واحد اللحظه كنغوت وكنقول ليه ما نسمحش ليكم ما نسمحش ليكم عذبتوني. واش انا عندي الجهد ديال التحريق؟ واش انا عندي الجهد ديال الزحمه؟ مش عارف اللي شنو نوز. جاتني واحد الكريز ديال البكا وبقيت كنبكي مبقيتش كنحس بكتاب الحريق وليت كنفكر يا بنتي انا راه خير وفين خير. كيقولوا لي حنا بغينا مصلحتكم بصح كانوا بغينا مصلحتي الله يسمح لي من داك الدعاء اللي كنت كندعي عليهم. كنمشي لخاطري انا بالالم كدعيت عليهم هكاك عاونوني حتى قرب نولد. مشى الدكتور غادي يجيب ليا الشوكه اللي كيديروها للدار باش ما نحسش بالزحمه. يبكيك اللحظة ولدت بنتي بلا برد يا الدار. بنتي خرجات للدنيا، الله بنتي خرجات للدنيا ما بتيقاش. بنتي طبيعي ليا ما بتيقاش. وانا نقول ليهم تما اجي وتشوفوا اللي قلتوا ليا. قلت ليها اجي وتشوفوا اللي قلتي ليا غتكون معاقة، اجي وتشوفوا اللي قلتوا ليا راه تخرج بشوه، اجي وتشوفوها. وكنبكي كنبكي كنبكي وعاد نكتها. فرحتي كملات والمعجزة الإلهية تحققت، ربي وقف معايا في رحلة اللي كانت صعيبة. بنتي قلبوها ولقاوها بخير وكاملة مكمولة الحمد لله. لبست حوايجي طلعوني لواحد الغرفة وحطوا لي بنتي حدايا. كان حلمي أنني نسميها بواحد الاسم اللي غادي نسميه بها. معجزات وتحققوا. بنتي حدايا اللي قالوا عليها ما غاديش تحيا وكلام كثير. بنتي حاربت معي وما تاثراتش، بنتي قويه والحمد لله. غادي تسولوني على العمليه ديال الثدي، ما درتهاش ديك الساعه حتى داز شهر، وهاد المره ما دخلتش وانا خايفه، بالعكس كنت مستعده دائما نحيد عليا المرض. سامحت مع راجلي ووالديا وقلت لهم سمعوا انا راجعه لكم ان شاء الله حيت ولادي هم قوتي وراه محتاجيني. دخلت متفائله، سالت العمليه رجعوني للغرفه ديالي. فقت انا ناشطه وفرحانه وكندور على العيالات اللي كنت انا هي الصغيره فيهم، كنشطهم وكنضحكهم حتى درت صحابات تما. ساليت العمليه الحمد لله ودازت المصاعب ديالها والالم ديالها الحمد لله كل شيء بخير. بديت كنحس ان ربي كيطلعني درجه بدرجه بدون ما نطيح. اللي كان صعيب سهل، بقى هم واحد هو دوك الاشعه اللي كيديروا من بعد العمليه، ربي حلها وكل الغمامه تحيدات وجات شميشه الحمد لله. واخا مازال خاصني نتبع علاج الهرموني ديالي لمده 5 سنين والشوكه كل شهر، فالحمد لله على هاد التجربه اللي حطني فيها مولانا واللي انا متقنه باللي انني قدرت ننجح فيها حيت تقبلت كل ما بها. انا اليوم امنيتي نزور قبر النبي ونمشي لديك الارض المباركه وكندعي مولانا رزقني القوه والصحه باش نكون بوليداتي. انا دابا عندي 27 سنه حيت الثدي ديالي اللي كنعتبره باللي ربي علق ليا وسام باش نتفكر
نفكر باش نتفكر الكرامات اللي عطاني وما بقاش فيها الحال. هذه كانت قصة اللي كانت منها تكون عبرة لكل الناس باش ما يتعصبوش باش ما يفقدوش الأمل. والناس اللي ما سهلش عليهم مولانا في وليدات ما يشربوش الهرمونات، حيتاش الطبيب ديالي قال لي السبب الأول في هذا السرطان دوك الأدوية اللي كنت كناخد بكثرة زائد على الأعصاب. الحمد لله الرجل اللي ترددت أنني نتزوج به وقف معايا وقفة رجال وتقاتل بجنبي وما نساش لي خير وخا نموت جرى معايا في السبيطارات. وتيقول لي حاجه اللي نبغيك تفكري فيها هي صحتك وتا حاجه ما تسمك، دمي نعطيه لك. واخيرا لكل واحد اللي كيخرج من فمه الشر راعي والمشاعر ديال المرضى. في رحلتي هذه من الابتلاءات ما ننساش اللي صرف فيا العيب من الطبيب من الصغير من العائله من كل شيء. وقبل ما تسالي قصتي بغيت نقول لكم اسالكم الدعاء انه ربي يشافيني ويعافيني باش نكبر وليداتي. وهذه هي حكايه نورهان، وهذا هو السر نتاع التيشيرت الغوز لابساه تضامنا مع كل مريضه بسرطان ثدي. وصراحه اش بقى ما نقول في هذه القصه الرائعه في تجاربها ابتلاءاتها بالقوه ديالها وبالضعف ديالها. واخا نخطب عليكم درس في اللطف الالهي اللي كيجيب ربي في كل ابتلاء بحنا راه عشناه مع نورهان. ما بقى عندي ما نقول من غير واحد الجمله رائعه اللي كتعجبني تاع احمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله اللي تيقول ربما اعطاك فمنعك وربما منعك فاعطاك ومتى فتح لك باب الفهم صار المنع عين العطاء. وهذه هي خلاصه قصة نورهان. غنخلي لكم التعليق لتحت باش تعبروا ليها على الرأي ديالكم والمشاعر ديالكم. وما تنسوهاش من الدعوات كيف طلبت منكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش انكم تضغط على زر الاعجاب لما تيكلفكم حتى شي حاجة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.